إله يجي لك ويحط عليك يا اللي ما بتفهمش. أهم قعدوا في البيت وبلطوا، هنخرجهم إزاي دول؟ ده مش هيطلعوا ولا بالطبل البلدي. تاكلي يا عمتي؟ انتوا مش هتناموا؟ لا ننام دلوقتي ايه؟ احنا هنصبر نفسنا بلقمه دلوقتي عبال ما يجي احمد ونتعشى سوا. هاتي صبرينا وصبرينا. يلا بسرعه قبل ما تطفحوا. لسه هتتعشوا؟ البت ايتن دي غل الدنيا فيها، زي ما تكون مش عايزه تشوف حد فينا خالص، طالعه لامها اكيد. وانتي هتعملي ايه؟ هعمل ايه يعني؟ هاخد شغلي وخلاص. بعدين مروان ده يبقى ابن صاحب الشركة، أي نعم أيتم بتديرها بس أكيد مش هتمشي كلامها عليه. طيب وميرا إيه أخبارها؟ ميرا واقع على الواد، تقول له أنا عايزة كذا يقول لها حاضر. ميرا دي بنت كويسة وتستاهل كل خير. بقول لكم إيه؟ إحنا كل واحدة فينا تقبض مرتبها ونروح ندور لنا على شقة. لا لا خلينا قاعدين على قلب سيدة شوية. ده أنا نسيت. دي مامة سعيد كلمتني عشان لمار وبعد اللي حصل نسيت إن أنا أعتذر لها. طب خلاص كلميها دلوقتي. على فكرة ألو أستاذ علاء، هو ده مش تليفون المدام؟ لا لا أنا أسفة. لا بصراحة هو أنا كنت عايز اعتذر لها عشان ما قدرتش اجي النهارده. خلاص ماشي، متشكره قوي، مع السلامه. ده شكلهم متخانقين، بيقول لي انها سابت التليفون في البيت وخرجت. وانتي مالك زعلانه كده ليه؟ بس الاستاذ علاء شخص كويس جدا، وقف جنبي وبيهمني انه يكون مبسوط. وبصراحه الست مراته كويسه جدا كمان، ولما وقفت جنبي. ايه هي دي ساكته ليه؟ ايه فصلتي ولا ايه؟ تخيل ان مجدي عنده فشل كلوي. لا حول ولا قوه الا بالله. كانش عايز يقول لي، كان دايما بيقعد يقول لي ان انا لازم احارب المرض ولازم ابقى اقوى من كده ولازم اشتغل، وهو حياته وصحته متدمره. هي الناس كويسه كده، الناس اللي بتحس بالناس كده تلاقيها دايما شايله اكتر بكتير من اي حد وما بتتكلمش، زي بابا كده الله يرحمه. انتوا عارفين انا بقالي كتير قوي ما سمعتش كلمه حلوه من ساعه بابا ما مات. كان دايما بيقول لي اني قمر وست البنات، كنت اسيبه واروح اقف قدام المرايه واقول فين القمر دي. انا مش حلوه زي نجلاء، ولا رقيقه زي سمر، ولا لونه وجذابه زي مروه، ولا فيا انوثه زي كاميليا. أنا بقى لما كنت في إعدادي كتبت قصيدة شعر، قلت أوريها الأستاذ بتاعي، قال لي ما تحاوليش تاني. زعلت قوي. عارفين لما بابا قراها حصل إيه؟ عيط. يا حبيبي. والله ساعتها قال لي إنه في ناس بتفهم شعر وفي ناس بتحس بالشعر، والمدرس بتاعك ده عديم الإحساس. أنبسني ومسك إيديا وبص على صوابعي وقال لي في يوم من الأيام هيبقى ليا ديوان شعر كبير قوي، وإن كل الناس هتتكلم عني. ساعتها أتمنى أكون عايش عشان أقول لكل الناس إن أنا بنته. لما الدنيا كانت بتضيق بيا كان بياخدني في حضنه. عارفين لما قلت له اني عاوز اشتغل قال لي ايه؟ قال لي اني مش ممانع انك تشتغلي، بس اوعي شغلك ده عشان فاكره اني مش هقدر على مصاريفك. وضحك كانه بيخبي دموعه وقال لي اوعي تكوني محتاجه اي حاجه في اي وقت وما تقوليش، وانا عارفه ومتاكده انه مش معي. كان بيحبنا قوي. يوم فرح كاميليا جه قعد جنبي وقال لي ان احنا بالنسبه له بالدنيا دي كلها، وان مش عايز احس ان هو ممكن يخسر الدنيا دي. كان خايف ان احنا ممكن نبعد عنه او نحس ان هو مش قادر يحقق لنا كل حاجه احنا عايزينها. مره قعدت في البيت وقلت له انا مش نازله بره البيت، مش رايحه الجامعه حتى. قال لي ازاي؟
انت ما فيكيش اي حاجه لازم تنزلي. قلت له انا بخاف من الناس، مش عايزه انزل. قال لي لا لازم تنزلي عشان ربنا معاكي، ربنا معاكي، عمره ما حد هيقدر يعمل لك اي حاجه عشان بتاعي. ادعوا له ربنا يرحم. ايه يا ابني؟ عايز مني ايه؟ ارحم امي بقى. هو انا اتكلمت ولا فتحت بقي؟ بعدين ده انا جاي اعرض عليك الميزانيه. ميزانيه؟ اتصنت؟ عرفت اللي اتقال؟ ارتحت من جواك؟ هو انت على طول فاهمني غلط كده لؤي. بقول لك ايه يا حبيبي؟ انا عايز اقول لك على حاجه. انا اللي عايز اقول لك على حاجه. على فكره وجهي مش سهل ومرقد لك، وخلي بالك بقى خفيف عشان ما تروحش في الرجلين. سلام يا لؤلؤ يا جميل، خد. صدغ قوي الواد ده. مروح بقى. Thank you.
عبدال، سي عبدال. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. مش سامعه لك حس بقالي يومين، قلت اجي اسال عنك. يا ستي كتر خيرك والله. امسك من ايدي، خد. ايه ده بس؟ عامله لك رز بلبن بايديا والله. طب ليه التعب ده بس يعني؟ لا تعب ولا حاجه، تعبك راحه. لو عوزت اي حاجه، اي حاجه تعوزها قول لي على طول يا اخويا. بقول لك ايه؟ لو عندك هدوم عايزه تتغسل اديها لي، انا اغسلها لك. متشكر يا زوري، كتر خيرك. ولو في لو في كمان غيارات يعني داخليه ممكن اغسلها لك برضه. ايه ان شاء الله. متشكر. بقول لك انا سهرانه، لو عوزت اي حاجه قول لي. حاضر، كتر خيرك. متشكر. سلام يا سي عبدال. تصبح على خير. انت من اهل. تصبح على خير. روح اتخم دي. يا نهار اسود يا سيده، انت طالعه للراجل في عز الليل واخده له كمان رز بلبن؟ انت ايه اللي صحك دلوقتي في نص الليل؟ ايه اللي جابك ورايا؟ القدر، القدر، عشان الحق المحظور قبل ما يقع. محظور؟ محظور ايه يا بت؟ ايه اللي محظور؟ تعالى يا احمد، تعالى شوف البت بتعمل ايه. بت ايه؟ مين اللي بت يا بت؟ انت عايزه تفضحينا؟ عايزه تجرسينا؟ الحمد لله انا شفت كل حاجه بعيني، ما حدش قال لي. انت عارفه يا منى، انت اكتر واحده بحبها في اخواتك والله، انت اجمل واحده فيهم. ها؟ لا انت هتقولي لي برضو. بقول لك ايه، امك دي كانت غاليه عليا، كنا كده سرها معايا وسري معاها كل حاجه. يا عيني وهي بتفرفر وبتموت قالت عايزه اشوف سيده. قالت لي، جات لي في المنام وقالت لي هو سيده في زيها؟ بس قولي لي انت ايه الحكايه من غير لف ودوران كده؟ ها غراميات وكده، قولي لي بس ما تتكسفيش. بصي شوفي، بقول لك ايه، عندي رز بلبن عسل معمول بلبن حليب ورز درجه اولى يستاهل بقك. تعالي اديكي يا ماما. منى، تتصلي بمين؟ مش تكح. يا كويس. ما اتصل بيك. ايه خير، في حاجه ولا ايه؟ لا خالص، بس هو انت مش المفروض تستريح؟ لا ما انا بستريح في الشغل، لما بشتغل ببقى كويس. يعني انت كويس؟ انا كويس جدا، وبعدين انا كسلت بقيت زي البومبا اهو. ايش راح فين؟ هو انت ناسي ان انا موظفه جديده هنا وان انا لازم اثبت نفسي؟ كمان يعني ما احبش الشخص اللي شغلني هنا اي حد يقول له انت جايب ناس نصكم. لا لا، ما دام الموضوع دخل في نصكم اتفضلي يعني نشوف شغلك. يلا. انا كنت عايز اسالك على حاجه، انا عارفه ان الموضوع ما يخصنيش بس كنت حابه ان انا اعرف. خير، اسالي في ايه؟ انا عايز اعرف كل حاجه عن جوازتك الاولانيه، ايه اللي حصل وليه اتطلقت؟ طيب ممكن قبل ما اجاوبك اسالك انا سؤال؟ لا. ايه الاحراج ده؟ طب خلاص مش سائل. على فكره